ادي على طول الناحيه العكسيه اتعملت حلوه ما شاتش مره واحده وقف عليها برضو من تاني. يا ولد يا خوخي والخامس يا ولد يا خوخي والخامس الله 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 بغداد وخوخي والتواصل الجميل حتى اللحظات الأخيرة. 5 أهداف الزعيم يضرب بالخمسة ويقدم نفسه في المباراة النهائية كما اعتاد جمهوره في السنوات الأخيرة بل على مدار البطولة. أول بطولة كانت من نصيب الأهلي، الأخيرة من نصيب الدحيل. يا سلام على التحرك الجميل في الوقت المناسب. الله الله من خوخي إلى بغداد بنجاح ليسجل بغداد هدف رقم 200 وبعده بدقيقتين يسجل هدف رقم 201 لتصبح النتيجة بالخمسة. يضرب الزعيم والشحنية يخسر بالخمسة ويخرج من البطولة بعدما قدم فيها عروض جيدة. يا سلام على التوقيت، في باص يحرك لعيب وفي حركة لعيب